أن قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد مرفوقا بوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي بزيارة إلى ولاية برج باجي مختار الحدودية. الزيارة تفقد فيها الوفد الوزاري الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 650 كيلومتر الرابط بين أرجان وبرج باجي مختار، الذي وصفه الوزير بشريان الحياة بالنسبة للمنطقة بغية تحقيق التنمية، وهو ما جعله يأمر بضرورة الإسراع في إنجازه وفق المعايير المتعارف عليها. علينا أن نرفع التحدي حتى لا نبقى نعيش كما عشنا من قبل. ومن قال برج باجي مختار أشار أساسا إلى معضلة الطريق الوطني رقم 6. دون هذا الطريق لا تنمية ولا مشاريع ولا مستقبل لهذه الولاية أبدا، كونها منعزلة تماما عن المراكز الحياتية الكبرى وعلى شمال البلاد. غير ممكن ابدا ان نستمر يعني في هذا الوضع، لذا الامر يتعلق اذا برفع التحدي. والحمد لله ما نراه وما نراه لدى اذا عمالنا الذين معظمهم من اشكفيه قادموا من الشمال، عرفوا ما هي الوضعيه، يريدون اذا ان يغيروا هذه الاوضاع.